ثاني بيقول ده المشرف على الكوره. تخيل خدوا قرار ان هم يستبعدوا لاعب ويرجعوه في اقل من 24 ساعه، بغض النظر عن اللاعب ده عمل ايه ولا ما عملش ايه، ولكن انا خدت قرار بالاستبعاد اقل من 24 ساعه رجعته لما طلع اعتذر. عمري ما شفتها ولا هشوفها في تاريخ الاتحاد المصري، واحد من اقدم الاتحادات ومؤسس الاتحاد الافريقي لكره القدم. فاللي انا عايز اقوله لحضراتكم ان انا مش هسكت، انا مش هسكت عن اي عشوائيه او ارتجاليه بتتقال او بشوفها في اتحاد كره القدم. الفتره القادمه فتره صعبه، عايزين نعرف خفير اجيري مكمل ولا ايه؟ بتضحكوا علينا ولا بتضحكوش علينا؟ انتوا قلتوا لنا خفير اجيري تمت اقالته، فين الاستقاله؟ او فين الاقاله؟ ابعتوا له ورقه قولوا له انت او حد يقعد معاه ويخلص معاه المواضيع دي، وتطلعوا تقولوا للشعب المصري ان تمت اقاله خفير اجيري رسميا. ورسميا دي حطها ما بين 100,000 قوس، لان هو الراجل مش هيتعامل غير بورق الرسم، مش بالكلام، مش بقى ايه يعني. ف بالمناسبه هو يعني انا دلوقتي كنت قاعد بتكلم على ان الفارق ما بين المدير الفني الوطني والمدير الفني الاجنبي. المدير الفني الاجنبي وهو بيتكلم ازاي، او هو بيغني السلام الوطني، تلاقيه ما بيعرفش يغني السلام الوطني. هل من الممكن ان نرى مديرا فنيا اخر اجنبي للمنتخب خلال الفتره اللي جايه، ولا هنشوف مدير فني مصري؟ ده اللي احنا مش عارفينه، وده اللي لازم نعرفه. بالمناسبه انا عارف ان هي ملفات كتيره جدا، ولكن من المفترض ان اتحاد كره القدم بتديره لجان. اللجان دي ما زالت موجوده وما زالت بتعمل تحت قياده اللواء ثروت سويله، فلازم اللجان دي تشوف اللي احنا بنتكلم فيه. يعني اللجنه القانونيه تبتدي تطلع حد مع اللواء ثروت يروح يقعد مع خفير اجيري ويديله الورقه بتاعته. اللجان الثانيه تطلع تقول لنا القوائم المحليه على اي اساس، وتقول لنا الاساسات او الدوري اللي جاي هيتلعب ازاي. اللجنه اخرى يعمل لجنه فنيه لاختيار المدير الفني. عندك علماء وعظماء في عالم كره القدم، كابتن فتحي نصير واحد منهم، كباتن الكبار اللي موجودين كلهم هنا وغيرنا وفي كل حته هتلاقي موجودين ناس كتير. اعمل لجنه فنيه تختار مدير فني، هي اللي تختار مدير فني مصري ولا اجنبي. هو ده اللي عايزين نشوفه، هو ده اللي عايزين الناس تبتدي تتحرك شويه. لكن هنفضل كده وهنفضل بهذا الشكل، وانا هفضل اتكلم كل يوم، ما عنديش مشكله. انا ما عنديش مشكله بالمناسبه، وهتكلم وهخلي الناس تقول الفنيات في المباريات وكل شيء، ولكن هنتكلم عن العشوائيه والارتجاليه التي ما تزال موجوده حتى الان في اتحاد كره القدم. انا مش عارف لغايه امتى هنفضل كده، مش عارف الموسم اللي جاي هيبدا ازاي، مش عارف خفير اجيري مكمل ولا مش مكمل، مش عارف مين المدير الفني القادم لمنتخبنا الوطني. هل انتوا بتضحكوا علينا ولا بتضحكوش علينا؟ انا واحد من الناس مش عارف الكلام ده، وبتكلم بلسان الشعب او كثير من الناس اللي انا بقابلهم. مش هتكلم بلسان شعب ولا حاجه، لكن انا بتكلم بلسان الناس اللي انا بقابلهم، كل الناس في الشارع هنا 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 في اي حته بيكلمونا بيقولوا لنا نفس الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم. انا دوري ان انا اوصل الكلام بتاع الناس. فمن فضل حضراتكم حد يطلع يقول لنا ماذا سيحدث خلال الفتره اللي جايه، او نجد اجابات وافيه من خلال العمل. محدش يطلع يرد ماشي، لكن محتاجين اجابات وافيه عن الكلام اللي احنا بنساله.